بحث وزير الماليه سالم صالح بن بريك خلال لقائه في العاصمه السعوديه الرياض مع المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن تيم ليندر كينغ والسفير الامريكي الى اليمن ستيفن فاغن مستجدات الاوضاع الاقتصاديه والماليه والجهود الاقليميه والدوليه لتحقيق السلام في بلادنا واوجه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين وسلط اللقاء الضوء على اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابيه الارهابيه المدعومه من ايران على المنشات النفطيه الحيويه في محافظتي حضرموت وشبوه ومدى تاثيرها على مجمل الجوانب الانسانيه والمعيشيه والاقتصاديه والماليه العامه وكذا الاجراءات والخيارات التي وضعتها الدوله والحكومه من اجل التعامل مع تلك الاعتداءات الارهابيه المتكرره على المنشات النفطيه ومقدرات الوطن والشعب فضلا عن الاجراءات المتخذه بشان ميناء الحديده الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثيه، وتعنت الحوثيين وعرقلتهم تمديد الهدنه الامميه، كما تناول اللقاء احتياجات اليمن من الدعم الانساني والتنموي والدعم الفني والمادي للاسهام في مواصله بناء مؤسسات الدوله والبنى التحتيه التي دمرتها حرب ميليشيا الحوثي. إضافة إلى أولويات واحتياجات بناء قدرات وزارة المالية والمؤسسات والمصالح التابعة لها، وذلك من أجل مساندة الجهود الحكومية في إطار مواصلة عملية الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية الشاملة، وفقًا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي، واستعرض الوزير بن بُريك جهود الدولة والحكومة ووزارة المالية في إجراء الإصلاحات اللازمة. في الجوانب الأمنية، الجوانب المالية معذرة والاقتصادية والإدارية خلال الفترة الماضية وأثرها الإيجابي في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني واستدامة المالية العامة والإجراءات المطلوبة للإسهام في تنمية الموارد النفطية وغير النفطية وضبط النفقات وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة وتطرق وزير المالية إلى أولويات السياسة المالية للحكومة في المرحلة المقبلة وجهود مواجهه تحديات الماليه العامه نظرا للاثار السلبيه المترتبه على التصعيد العسكري من قبل ميليشيا الحوثي خصوصا على الجوانب الانسانيه والمعيشيه بشكل عام والماليه العامه بشكل خاص، مشيدا بدعم الولايات الولايات المتحده الامريكيه الصديقه والوكاله الامريكيه للتنميه و... لليمن واليمنيين في مختلف مجالات وقطاعات الحياه. <applause> معربا عن تطلع الحكومه لمواصله الاشقاء والاصدقاء تقديم الدعم لليمن نظرا للحاجه الكبيره لعمليه اعاده بناء مؤسسات الدوله وتحسين البنى التحتيه وجدد بن بريك التاكيد على اهميه اتفاقيه برنامج الاصلاحات الاقتصاديه والماليه والنقديه الشامل لليمن والتي تم توقيعها مؤخرا بين الحكومه اليمنية ممثله بوزاره الماليه والبنك المركزي اليمنى وصندوق النقد العربي في المملكه العربيه السعوديه بقيمه مليار دولار كون ذلك البرنامج جاء في وقت مهم للاسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنميه الماموله لتحسين الاوضاع العامه مثمنا مواقف وجهود الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده وكذا في المجتمع الدولي من خلال تقديم الدعم الفني والمادي للمساهمه في تعافي الاقتصاد والعمله المحليه وتخفيف معاناه المواطنين من جانبه جدد المبعوث الامريكي التاكيد على مواصله بلاده دعم اليمن للاسهام بتخفيف المعاناه الانسانيه والمعيشيه للمواطنين وتعافي وتحسين الاقتصاد وكذا دعم الجهود الدوليه لتحقيق السلام الشامل والدائم وانهاء الحرب مشيرا الى استيعاب جمله التحديات التي تواجه اليمن خصوصا في جوانب الاقتصاد والماليه والحاجه الكبيره لتقديم الدعم من اجل مواجهه تلك التحديات